بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. سؤال اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك. كثير من الأشخاص المكلفين يكون كبير السن، مرأة كبيرة السن، رجل كبير السن، الشيخ والشيخة، إذا تعذر أو تعسر عليهما الصيام ماذا يفعلان؟ في بعض الأحيان يكون الصيام متعسر ما يتمكن أو نهائيا لا يتمكن، ليس فقط فيه حرج ومشقة عليه، لا يتمكن نهائيا، ماذا يفعل؟ أولا يسقط عنهما الشيخ والشيخة، الرجل الكبير المرأة الكبيرة، يسقط عنهما الصلاة، يسقط عنهما الصيام عفوا، يسقط عنهما الصيام وتترتب عليهما الفدية، أي يجب عليهما أن يدفع الفدية. الفدية 3/4 الكيلو من الطعام للفقير، يدفعونها للفقير، 3/4 الكيلو من الطعام يدفعونها للفقير، ويستحب، هذا يعبر عنه بالمد، ويستحب أن يكون مدان طبعا، ولا يجب عليهما القضاء بعد ذلك. حتى لو تمكنا فيما بعد من القضاء يسقط عنهما القضاء باعتبار أنهما رجل كبير وامرأة كبيرة، فقط تستقر عليهما الفدية يدفعونها ولا شيء عليهما. أسأل الله لهما العافية ببركة محمد وآل محمد.